هما الاخوان كي دايرين؟ صح، لاباس، كل شيء بخير، هانين، نتمنى تكونوا بصحه جيده. الاخوان ان شاء الله عز وجل، اولا مرحبا بكم عند مدرسه مزاقان، دائما تحت عنوان فائده من ذهب. الاخوان اليوم ان شاء الله عز وجل غادي نتواصل معكم في واحد الموضوع اللي كيهم الجميع، وداخل في إطار الولاعة، لأن الولاعة لا تكتفي بالتغريد أو تربية الطيور أو شيء من هذا القبيل. فالولاعة كتجمعنا، ومن اللي كتجمعنا هذه الولاعة كيولي ساري علينا واحد الحكم، يعني فيه ما هو شرعي وما هو على المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم، وما هو قانوني، باش يعني يكون الامور ما تخرجش على السطح. اليوم الاخوان غنتكلم على واحد الموضوع، هي نصيحه او وصيه لكل مولوع. ما دمنا كيف قلت لكم خصنا المولوع يعني نعطيوه واحد التجربه اللي تزنا منها، ومن هاد الحوايج اللي غادي نبداو نهضروا عليهم ان شاء الله في الولاعه، هنا في غتتاكد هاد المساله ديال التجربه راها هي الاساس، هي المعيار الاول في النجاح ديال هاد الهوايه ديالنا. هاد الكلام اللي نتكلم عليه او هاد النصيحة او شيء من هاد القبيل اللي غنتكلم عليه اليوم الاخوان، هو كيعانيو منه بزاف المواليع، كيعانيو منه بزاف المواليع، منهم من ترك هاد الهواية في ما جرى له من طرف بعض الناس او بعض المواليع اللي ما تصرفوش معاه بالشأن داك الشيء اللائق اللي هو على صواب. الموضوع الاخوان باش ندخل يعني مباشره ما نطولش عليكم، هو واحد الانسان بغى يشري واحد الطائر ديال الحسون، سواء كوبيا الهجين ديالو، او سواء الطير ديال الكنيه ديال التفريخ او شيء من هذا القبيل. المهم كاين بيع وشراء فيما بين الخصلين او ما بين الموالي بعضياتهم. ما هي المعايير الذي يجب على المولوع ان يعتمد عليها سواء الشاري او المشتري، يعني الشاري او البائع؟ اسمحوا لي، معناه اولا انا باغي نشري طائر، مثلا غنهضر على الناس ديال الطائر التغريد الكوبيه، ملي غنبغي نشري هاد الطائر اشنو ما خصني ندير؟ يعني انا ما عنديش واحد العلم كافي على علم التغريد، لان الضحيه اللي كيكون في هذا البيع والشراء هو الانسان اللي ما عندوش واحد العلم او مبتدئ او حب هذه الولاعه ودخل وسط الموالع باش ما يكونش فريسه ويبقاو يقلبوا فيه شمال يمين البعض، ليس كل شيء. هذو هما الحوايج اللي غادي نهضر عليهم الاخوان، لان لا خير في قوم ما لم يتناصحوا. الدين النصيحه، إلا بغينا راه ماشي الولاعة ناخذ منها اللي بغينا، ولا نسمعكم الدروس اللي بغيت، ولا إلا كنا كنتواصاو ومدرسة وكتسمى دروس إن صح التعبير، فخاصني نهضر على الولاعة من جميع الجوانب. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، حنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء شرعه على أي شره وخيره.
ف كنتكلم كيعجبوكم بعض الدروس والمسائل، فهاد المسائل هي ان شاء الله غتنيل الاعجاب ديالكم ومن الوصايا ومن الحوايج اللي محتاج ليها بزاف الاخوان. كيف قلت لكم الاخوان، اول شرط لا تعتمد على الاوديو. يصيفط لك شي واحد انت باغي تشري، عيط شي واحد تقول يا خويا عندك شي طير البيع هذا، ايه ديما نوب الاولى حسن ظنك بالناس، ولكن في نفس الوقت ما تثق في واحد. وغنقول لك علاش، ملي يقول لك يا خويا كاين واحد الطويرش خاصك مقنين هاجين الى اخره، لبس له يا خويا هذا، انت كيصيفط لك هذاك الاوديو، هذاك الاوديو حكم على داك الاوديو سواء سمعتيه للناس او سمعتيه لشي واحد، وما تسمعوا الا لشي واحد اللي كيبغي لك الخير. غتقول له ودي هذا الشيء اللي سمعت راه زوين ولكن راه ما كافيش، واش كاين شي تسجيل كامل؟ شوف لا تعتمد على الاوديو. وغنجيو للحلول، هذه المساله الاولى، لا تعتمد، مساله لا تعتمد على لائحه التحكيم. يجيب لك شي واحد شوف اخويا البلانيه شحال جات شحال دارت شحال، هذه كتبقى طير كان قدام الحكم، ولكن انا غادي نشريه كتبقى مساله اخرى. الله يرحم الوالدين. ثالثا، لا تستعين بظالم على ظالم حتى لا تكون فريسة الاثنين. معناه انت عيطتي لواحد الشخص، هذاك الشخص هو كيبيع ويشري او كيشري، يقدر يشري لك طير وياخذ الكاميله ديالو كيف كيقول، هذا ماشي عيب. كاع الناس كتصبصر في الطوموبيلات، كيتصبصروا في الخيل، في جميع الامور كاع الهوايات، ماشي عيب. راه العيب هو انك تفرسني وتغدرني. خويا شحال نعطيك؟ نعطيك 500 درهم تدبر لي على طير. سمع هاد الظالم كيقول لك ايه واخا، كيمشي عند مول الطير لقى طير، هذاك الطير فيه واحد الشيء من العيب انت اللي ما غتعرفوش، غيقول يا خويا شحال الطير خلي لي راه باغي ناكل فيه الكاميله، قول لي شحال هادي مادي، غيقول لك جيب لي انا 5000 درهم فوق 5000 درهم ديالك. انت كتجي كتقول السيد الطير ب 7000 درهم والو ما نزلش، راه عطاوه عطا لان هذاك ظالم، هذاك الظالم قال لي الاخر سير جيب لي والله يعاوننا ويعاونك، انت غيصدق مدي منك ديك ال 500 درهم وبيع لك الطير ب 7000 درهم. ولهذا يجب تعرف مع من كتعلم مع من كتعامل. الموضوع شويه سيرضي البعض والبعض ما غيعجبوش الحال، ولكن سمحوا لي هذه نصيحه، حلل رزقك، هذا الشيء اللي غنقول لك، لان ملي غنجي للصواب والكلام اللي هو الحلول راه غادي يعجبك الحال. ثانيا الاخوان، حذاري حذاري من الشراء في مسابقات. طار كيجيبو تسمع ليه هو كيحطو بين رجليه، هو عارف وقيت الطلق وقتاش غادي يضرب وقتاش اللي غيبغي يدخل شي حاجه، كيحركو بين رجليه او هذا كيمشي به شويه عارف الوقت اللي غيبغي يخزن، كيدير هذه المساله. مساله اخرى الاخوان، ما تشريش الطير وهو مغطي، يحطو لك يقول لك تسلط، ها هو لا الطير يتعرى، لان الطير ملي كيتعرى كيقول كلشي اللي عنده، اي حاجه فيه في المقدمه تبربير تبيته شي حاجه كيقولها. المساله اخرى، ما تسرعش الاخوان، ما تسرعوش في الشراء الطير. نمشي نسمع طير عجبني اخويا، طير خاصو واحد 3 ايام هي على الاقل، ممكن راه غنشري بثمن، راه الثمن هذا الاخوان، راه اي واحد كيبغي يشري حاجه بثمن راه من حقه يعني يحط الحلول ديالو. وكذلك الطير اللي هو بغيتيه الكريه تفريخ، يجي عندك شي واحد غيقول لك اخويا راه كاين الطير كارونتي ديال الزواج، راه فيت منه مجاوج العام اللي داز، ما عمرك تشري شي طير فيت منه مجاوج، نصيحه مني فيت منه مجاوج. شوف راه كنهضر معاك، راه قدر البعض يقول لك هذا استعراض العضلات، ولكن الناس اللي كيعرفوني وتولعوا معايا
وجاو للدار انت مول الخير. انا راك الدار الفوقانيه فيها 140 متر بحال الدار التحتانيه انت مول الخير، كل هذه لها الكريه. راك عندي كانت عندي فوق 50 كريه، كانوا كيجيوني يعني الصنادق ديول لي كاناري لي غاز من عند ماسيمو ناطالي، والكذاب يدي النعلة. راه الاخوان كيعرفوني، كنشري جوج المليون ثلاثة المليون في العام ديال لي غاز، طيور ديال الجواج، هذا جميع النوع اللي كطيح في بالك دوزتها انا في التفريخ، ما عمرني هضرت عليه على شي كتساق ربوح وقيلا في التغريد، ولكن راه عندي تجربه كبيره في ميادين وفي علم الطيور. وغنطرقوا لشي حويجه الاخوان، ومن بينها كيفاش الانسان يخرج الميستو عنده في الدار وبطريقه سهله وكارونتي 100% تخرج الميستو باذن الله. فما تشريش الطير اللي يقول لك اخويا راه جاوزتو العام اللي داز راه كارونتي، راه دائما كنرجع للشاري، راه يقدر الشاري دائما ملي كيتجاوز ليه الطير راه ما كيرحموش، راه كيقول لك العام اللي غنتجاوز ليه فيه طير هو ديالي، راه كيدوزو على خمسه ولا سته ديال المتاوي كيخويه. شي واخا الطير يبدل وتعطيه لاليمونطاسيون مزيانه ودير وتشمش العميان ويجي ويصول عندك انت ملي تشريه، راه ملي نقح ويبان لك نقح راه يجيب لك البيض خاوي، كون على يقين. الطير ما خاصوش يفوت جوج تخريجات حتى ثلاثه وإلا كان في عمرو عامين وما فوق. أما ود العام تفريخة وتعاطلو عاد تعطي التفريخة التانية، هادشي غنهضر عليه في الكرية مسألة. وكذلك راه ملي كنهضر على الطير ديال الجواج، راه سواء هاد المعايير لا في الكنار لي كناري ولا في سميتو عليه في الحصون، مازال غنجي لهاد المواضيع لان مواضيع شيقه ولا على اي اشنو هما الحلول الاخوان هاد المشاكل اللي كاينه كتخوف باش نشري انا طير وهاد الشيء كيخلع. اول حاجه الاخوان البيع والشراء التراضي فيما بين الخصلين، من الصالح ديالك اخويا البيع والشراء، احنا ماشي ضد البيع والشراء، هو توضح خويا هاد الطير راه عندي طيور، كاين هاد الطير راه فيه هاد الكاره وفيها كيجي يبدو ليا مره مره، والطير راه ود العام، ها فين وصل لاج ديالو، ها فين وصل، ها فين وصل، ها الثمن ديالو، راه الثمن ديالو مناسب، لان راه كاين بعد الكوارث بعد الناس الحاقدين كتبيع ليه الطير وتبعتي ليها ب 1200 درهم ولا 1500 درهم وقلتي ليه اش كاين، هو ما عرفش، ولكن مجرد ما مشى عند شي وحدين وبدا يدير لا الطير راه فيه ما كانش يبيعوا لك، غيدير لك الشوهه، غيدير لك الروينه، انت راك وضحتي ليه كلشي، واش هذا باغي طير فينو ب 1500 درهم ولا 2000 درهم فينو، راه المرض، راه شوف راه في الصالح ديالك اخويا اللي كتبيع وتشري توضح، وضح الامور، ها اللي كاين ها اللي كاين ها اللي فيه ها اللي فيه، بغيتي اخويا طير فينو، فين الطير فينو، لقيتو تانا راه اللي عندو طير فينو راه ما يبيعوش لك، ولا باعو خاصو واحد الثمن باهي، خاصها تعرف شناهي كلمة الفينو، كلمة ليمبيو، راه خاصهم تعرفو هاد الحوايج، بيعوش راه خويا وضح مرحبا قال ها اللي كاين ها اللي كاين، وانت بعتي اخويا انت جا عندك شي واحد راه كاينين دوك اللي فهمتيني دوك حاطين الفيزكا هاكا دير كي نشط عليك، هو كيتصنت تبارك الله وكيجي عندك انت مبتدئ وكيسمع هذا وهذا وكيقول لك لا هذا جا واخا في هاد المسائل هذا زوين، انت الا بغيتي تدوز راه ناخذو من عندك، كاين من ياخذو من حيدو بعلك، هو راه عارف الطير كي غادي يكون، وكينقب دوك النقابه كينقب لك الطيور، وواحد الوقت كتجيك انت رساله عرفتي الطير راه كان عندك، راه الطير كيفاش تخرج منه دوك الهضره الله اعلم كتصدق انت فاقص راسك، ولهذا ما تسرعش بشويه بشويه هاد النصائح الاخوان. يعني انت ما تبيعش لشي واحد راسك في راسو وهو لا يفقه قول، يعني ما فاهمش في امور التغريد، حضر شي واحد قول يا اخوان حضروا شي واحد ونديروا فيديو في البيع والشراء انا وياك، وغنقول لك الشرط ما تزيدش من هنا لهنا، زدت من هنا لهنا ما نعرفكش، ارى ليا ها الشروط ديالي، وخاصك حتى تكون على بال من الشروط ديالو وتكون عندك علم ولا دي معاك من يشري لك وثقه، لان راه كاين بعض الناس كدير الطير يقول لك اخويا الطير ها هو راه
ما فيه والو هذا كدي كدوز واحد اليومين ولا ثلاث ايام كيف قلنا وعاد الطير كيبدا يجبد لك شي حاجه ملي كترجع عندك تقول يا خويا انا سريت مع داك الطير بثمن وراه اش خرج فيه واخويا اسمح لي انا داكشي كاع ما كان كيضربوا عندي في الدار واشوف تاع من حطيتيه لما خليتيه وكتولي في امور لا يحمد عقبه. فالشاهد في الباب الاخوان هو الوضوح في كل شيء لا بالنسبه للبائع ولا بالنسبه للشاري. الله يرحم الوالدين لولا عق بغيناها تزيد القدام باش غتزيد الا بهذه المصداقيه باش ما يمشيوش لينا الناس. حنا في حاجتنا الناس يجيو الموالي يكثروا وتولي الثقه. شد اخويا الشروط ديالك قلب على مولوع اللي مولوع ديال بصح وصادق كيخاف الله خويا ويلا قال لك اخويا اعفيني اعفي راه كيوصلوني انا ما نكذبش عليكم كيوصلوني ناس كيعيطوا ليا واخويا راه واحد الطير ها هو راه شريته تسلط ليا بشحال شراه كيشرو بواحد الثمن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 7000 8000 درهم 9000 درهم 5000 درهم طير زباله. انا ما كنقول لي ما تقولش لي سميتو بغيتي نتسلط لك ونقول لك اش كاين ديالك الطير ديالي دابا راني شريتو انا غنقول لك اش كاين ولكن اخويا ما تقولش لي انا سميت مع من شريتي فهمتيني نعد من ما عندي ما ندير به انت اللي خاصك تكون على بال وانت قد ما دخلتي وكلتي العصا كيف كيقولوا بعض الموالي انا واخا ما كتعجبنيش كيقول خلي بنادم يبيضر في الخوا وياكل العصا باش يتعلم لا احنا ما عندنا ما نديروا به هذاك الشيء احنا بغينا نعلموا الناس ما نخليهمش ياكلوا العصا يعرفوا ويتعلموا. تبارك الله عليكم الاخوان تحياتي لكم جميعا نتمنوا يكون هذا الدرس يعني وصل بواحد الطريقه ديال روح رياضيه ومحبه واخوه. احنا ما ضد حد ما مع حد احنا مع الحق ونتمنوا تكونوا تفاعلوا معنا وتقويوا هاد وتشجعوا هاد اللاشين ديالكم الاخوان. هاد لاشين راه ماشي تابونيتي معايا لما ما عندك ما تعطيني العاطي الله راه لاشين باش تبقى تستافد انت تاخذ المعلومه في الصالح ديالك انت وانت اخوتكم واحد الاخوه ديالهم محبه بالله. تبارك الله عليكم الاخوان تحياتي لكم جميعا.